أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا متابعي الأصايل في ثاني أيام وثاني حلقاتنا في تغطية مهرجان الملك عبد العزيز للهجن العربية الأصيلة. ثاني الأيام مليء بالإثارة، ثاني الأيام سيكون التحدي به مميزا ورائعا في الأشواط التي سنتابعها، وكذلك من خلال فقراتنا المنتشرة ما بين الميدان وخارج الميدان، وكذلك في العزب التي دائما ما نطلق عليها عزب الناموس. مساء التوفيق لنا ولكم ان شاء الله. والله الحلال عندنا السابق وجاهز يتمني ساند ان شاء الله. ميدان في منافسه شرسه، ما هو ميدان قسيم الحال. جرب يلا خلينا نشوف ثقافه، بس تجربه نروح الحلال. لكن عندنا ذاك عندك سلالة شاهين، لا تخاف، حتى هم عندهم شاهين. لا كل كبيرة وصغيرة واردة ما شاء الله جبتوها. مشاهدينا الكرام، اليوم في عزبة الناموس بنروح إن شاء الله عزبة رياض بن ثامر السعدون، وخذ المركز الثاني في شوط الرمس في سن الحقاقة، وسبحان الله يمكن للمرة الثانية هذه البكرة تحقق المركز الثاني بعد رمز الكويت، واليوم كذلك رمز الثاني في هذا الرمز الغالي. خلوكم ناموس غالي على هذه العزبة، وعندما تعرفون أن هذا الناموس يحمل شقين، شق الرمز الثاني على الرمز، وكذلك شق أنه كذلك ناموس الإنتاج. دائما ما تكون المطية عندما تحقق من الإنتاج الخاص تحقق مراكز أولى خاصة في الرمز تكون غالية عند مالكها. ناموس الإنتاج، ناموس الثاني على الرمز، ويمكن لها شوطين أو أكثر من شوط كلها في المركز الثاني. إن شاء الله اللي يجي ثاني يصير أول، لكن حنا نقول مطية توها صغيرة، إن شاء الله قدام إن شاء الله بيجينا في منها إن شاء الله البركة. متوقع أنت خاصة أنها جابت ثلاث مراكز قبل ثاني، كنت متوقع اليوم هدادة تجيب كذلك مركز ثاني، ولا كنت طامح أكيد طامح للأول؟ والله اليوم كنا قلنا الأول لكن الله ما كتب، يعني الحمد لله نقول التوفيق من الله، إن شاء الله معوضة في السباقات الجاية إن شاء الله، ونقول للمضمر الله يعطيك العافية ما قصرت، بيض الله وجهك الحمد لله، والركض مقبل. تونا هذا سؤال يمكن القادم، تونا بادين في الركض، بتروح بتوجه فيها لدبي ولا لبوظبي؟ إن شاء الله في دبي إن شاء الله، كانها جاهزة إن شاء الله بتشارك. أربعة ختام البيع، ما تخليها في ختام في الوثمة؟ إن شاء الله سباق ولي العهد يا عبد الله، صح؟ ولي العهد. نعم إن شاء الله شهر، يعني بعد 15 يوم تقريبا، نعم بإذن الله إن شاء الله بتصير مشاركة إن شاء الله. تكتيكي بحت، شوط قوي اليوم. والله حنا متفرجين، التكتيك هذا دائما عند المضمرين، ولا حنا ناس نجي نتفرج ونشوف الركض ونتنومس ونمشي، وسواء فزنا ولا فاز غيرنا كلنا فايزين. المضمر معاك في السيارة؟ نعم كان معي في السيارة. والله اليوم ودي إنه ما ركب معي، يمكنني أنا منعته من أشياء كثيرة في الركض، وأنا أول مرة أساير معاه الركض أول يوم. واليوم اول مره اركب معه في السياره. خبرنا شو منعته والله منعته منعت السواق، انهم يعني كنت طلبت منهم التهديه، الناس كانت تعرف الوضع زحمه وركض وناس متحبزه، وكنت احاول اني اقول لهم على مهلك على مدري ايش، خلك ورا اطلع برا، يمكنني ضريتهم شوي، يمكن توتري انا اللي هو اللي اثر عليهم. يعني حفزت وياهم؟ لا والله حفزنا اليوم، لكن الحمد لله، ولا هو الحفاز هذا غريب علينا، احنا ركضنا في ميادين واجد والحمد لله، نقول التوفيق من الله. ما يحفز الا اللي عنده مطيه سوق. ما في كلام، لكن احنا نقول ان شاء الله اللي ما تجيب مركز في السباق هذا، اهم شيء هي مشاركه في مهرجان عزيز احنا علينا كشعب سعودي، وهو مهرجان يحمل اسم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هذا المهرجان من اسمه مثل ما تفضلت عزيز على قلوبكم جميعا، وهذه النسخة الرابعة، كل سنة انت عاصرت النسخ كلها، كل سنة نشوف في تطور في نوعية الحلال، في تطور في أسماء المشاركين كذلك، في الأعداد اللي تحضر للمهرجان، كيف تشوف أو انطباعك العام عن المهرجان في هذه السنة؟ والله المهرجان الحمد لله، كنا احنا هنا في المملكة بدينا بداية، كل سنة نطمح إن شاء الله تكون أزيد وأكثر، والحمد لله المعازيب ما قصروا،
وضعوا جميع الإمكانيات ونقول الله إن شاء الله ونطمع منهم بالمزيد. الله يطول عمرك. أيوة. بعد نبغى المزيد من المهرجان. عاد نبغى لكم مهرجان في شهر 3 إن شاء الله. إن شاء الله عندنا مهرجان بعد شهر بإذن الله إن شاء الله، ونقول الله يطول عمارهم. هذا المهرجان من يعني نقاط القوة فيه أن خادم الحرمين الشريفين يحضر في يوم الخطاب. هذا أكبر ناموس لأهل الهجن ككل، حضور سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأصحاب السمو الأمراء سواء من حكام دول مجلس التعاون، هذا ناموس لأهل الهجن كله، ما هو ناموس. وتقول عن ملاك الهجن الإماراتيين والعمانيين اللي حاضرين معاكم المهرجان، خاصة العزب الرئيسية في دولة الإمارات؟ هذولي ما هم إخوان بعيدين، هذولي هم أهل البلد، هذولي حنا أشقاء، السعودي إماراتي والإماراتي سعودي وكل أبوهم، وحنا نفخر في يوم وسواء جينا عندهم ولا جو عندنا كلنا في محلاتنا، ما هو بغريب علينا المحلات. أيوة. الأشواط القادمة، الرموز القادمة، لقاية الإذاع، الثنائي، الحلوز، مشاركاتك. والله مش أبرزها، والله يمكن عندنا بس مشاركة بشوط الحيل، عندنا الحلال اللي بالنسبة للقاية والجذاع وهذا مرة فيه وعكة صحية، لكن إن شاء الله نقول في المهرجانات الثانية إن شاء الله يكون فينا لنا مشاركات أخرى. أنا سمعت بقى كذلك أن العزبة في مرض. نعم في العزبة مرض، لكن نقول الحمد لله. الحمد لله. تشارك قريب ولا خلاص؟ لا نشارك، والله حنا شوف يمكن نص الحلال فلينا وظهرناه للبر وخليناه يروح، وقلنا يا أخوان كملوا بالحلال اللي عندكم، والسنة الجاية إن شاء الله يجي إن شاء الله الحلال، وإن شاء الله يكون كامل جهازيته. الخير موجود، ما أدن السنة إن شاء الله الحلال. نعم نعم، اللي ما تهدي السنة هذه إن شاء الله تهدي السنة الجاية. هدادة من إنتاجك شو أمها عندك إنتاجك لأبو لأم؟ نعم الإنتاج من الأبو لأم، أبوها مبلش وأمها الجزيرة. لها بتحضر لمهرجان ولي العهد؟ نعم ولي عهد دبي إن شاء الله بتشارك فيه. الخطيئة في كل عنده خير، لكن نطلب التوفيق من الله. ما تركب بعد معاه سيارة وب... خلاص خلاص، هذه أول مرة وآخر مرة. خلاص مرة مرحك. أنصحك تتابع دبي ريسك. لا لا لا، بس يمكن اليوم كنت العادة إني إذا سايرت الحلال أساير مع الأخ فهد، بس اليوم متأخر ما جاء، هذا اللي خلاني والله أركب معهم. نقول لفهد لا تتأخر. لا 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 ما يتأخر ولا الوقت، ولا حنا راضين يتأخر بعد اللي شفناه اليوم. لا لا توبة، خلاص خلاص، عشت اللحظات اللي يعيشونها أهل الركض كلها. ما في كلام، ما في كلام، عز الله أنك شفت اليوم، كنت أسمع لكن شفت الواقع اليوم. نعم لا. نقول الله يوفقك إن شاء الله في مشاركتك القادمة، ونشكرك على هذه اليمعة الطيبة مع أخوان شمع عندك هنا في عندنا. علي سالم أبو داود بيسا، تفضل. مساء الخير يا أبو ثامر، مساء الخير على الرابع جميع. أبو ثامر حكم المركز في المملكة العربية السعودية، والعام احنا شفنا شعار السعدون، وشعار السعدون مش غريب عليها، يعني اقتناء الرموز والفوز بالأشواط الرئيسية. العام كان أول رمز وضع في الطائف كان من نصيب مشغلة وعند رياض بن ثامر السعدون تحت تضمير عبد الله بن طوير الشلوهيبي. والسنة احنا يعني بحكم تحليلنا في عالم سباقات الهجن عرفنا أن عزبة رياض بن ثامر السعدون مرت بكثير من يعني من أمراض ومن ضرع ومن أمور، ولكن يعني باقي سن اللقاية وسن الإذاع وسن الثنايا وسن الحول، ودائما معودنا هذا الشعار أنه يمثل أهل المملكة خير تمثيل. شو القادم في 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 السيف وفي الأشواط الباقية خاصة في السيف؟ والله السيف كل واحد يتمنى المشاركة فيه. السيف هذا هي مصافحة لسيدي خادم الحرمين الشريفين، وكل هذا الحال ناموس، وحضور سيدي خادم الحرمين ناموس لنا يا أهل الهجن ككل. آمين آمين آمين. يرفع لك التوفيق، وإن شاء الله نشوف نواميس في هذا الموسم لعزبتك إن شاء الله، والله يعوض. الله يطول عمرك، والناموس سواء عندي أو عند غيري كلنا ناموسنا واحد في أهل الهجن، كلنا إذا انتهى الشوط كل واحد يبارك للثاني، وكلنا مع بعض إخوان، ونقول اللي ما يصادفه الحظ في المرة هذه يصادف الحظ في المرة اللي جاية إن شاء الله. نعم أبو سالم عندك ناموس بن طويرش. بن طويرش ناموس. نعم. لك نقول لك الناموس. سالم خير أخوان شمنا الله رحمه الله. الشوط كيف كان الشوط؟ والله الشوط طيب، وحن اليوم متنامسين الحمد لله رب العالمين، التوفيق على الله بوجود أبو ثامر عندنا موجود، هذا نروح ناموس توجيهاته جزاه الله خير، واليوم ونسنا في الشوط
تنافسنا عندنا وخوانا وبغى يثيروا عنا عن فهد، قلنا لا خلاص تركب عندنا اليوم عندنا موجود هذا الروح ناموس. لا هو ابو ثامر مبروك. مبروك اكيد لو مبروك تعمل جزاه الله خير، هو الدعم الرسمي لهذه العزبه هذا الشعار جزاه الله خير، هذا فضل الله فضله اللي دعمنا بالنواميس خلينا العام رمز الطائف ونافسنا السنه نافسنا في الرموز بعد ثاني وثالث والليله ثاني على الرمز قريب يعني، وهو ما من قصور الا قصور من نحن بس قصور لا قرب ولا قرب. عندكم شفنا السنه في ميدان الوثبه في بعير عند ثمثني ركضه جدا ممتازه والله طيب الحمد لله رب العالمين وثابته وعقه صحيه وان شاء الله بينافس المهرجان الجاي. يا ابو تركي انت سمعت ان انت الرجل الرجل الجندي المجهول وخلف الكواليس. مرحبا بكم بكل بقى والله يطول عمرك ويسلمك، وحنا على ما قال خلف الكواليس وما يحتاج ابو ثامر حلالها ما يحتاج يطلق وجهه، وعبد الله بن طويرش من المضمرين اللي على مستوى المؤسسات. نعم. لا هجن البشاير ولا الشيوخ وما يحتاج شهادتنا فيهم مجروحة. نعم. يا مرحبا. وبالنسبة للهدادة من يوم عسفناها ما شاء الله عليها ما انسبقت عندنا في السيح، وراحت للطائف بعد سبقت، راحت للكويت وجات ثانية على الكاس في كاس الخليج، وراحت للإمارات وسبقت، واليوم ما حالفها الحظ والحمد لله ناموس ثاني. والله يبارك لأبو ثامر والعبد الله. في حلال بكرات ولا جعادين غير هدادة بنفس مستواها وافضل؟ والله أبشرك العزبة مبروكة وتنتج حلال على مستوى يعني شيوخ منها مروح سبق في الطائف وخذت الرياسة وسبق مع الرياسة، ومنها شهاب أمس سابق في الوثبة وخذوه الرياسة، والحلال أبشرك الإنتاج طيب والحلال واجد ما يحتاج. أبو ثامر عندها بنوك إنتاج والله يبارك لهم إن شاء الله. أبشركم قالوا الجند المجهول، والآن أنت مع ظهورك في برنامج الأصائل كل نعرف. الله يرفع قدرك ويطول عمرك ويبارك لكم ما يحتاج. الله يرفعك وزندان. توقعاتك لو راحت هداد كاس مهرجان ولي العهد بتسبق مثل الأول؟ والله أنا أتكلم مع أبو ثامر وعبد الله أقول هدادة أمها من أفضل أمها الجزيرة عندنا، ناقة سبوق وفي رصيدها سيارات وأبوها مبلش وعيال مبلش، كل ما جات يعني كبرت كل ما كان على مستوى أعلى سيوف، وأنا أقول يعني لا تودونها للتسعيرات دوروها من يعني أنت معارض تروح أنا معارض أنها تروح في التسعيرة. أنا معارض أنها تروح التسعيرة. الله بيرزقكم غيرها بإذن الله وبارك للشاري، والسبوق ما تلقاها في أي وقت الله بيرزق بلا شك. أنت الله بيرزق أنت بارك وروح مهرجان ولي العهد هذا كله ترى عند عبد الله وعند أبو ثامر، أنا أدلي برأيي بس. خلاص أبو ثامر الله يبارك لهم إن شاء الله. ما ودك تروح من خارج المملكة؟ أنا ودي تجلس عندنا إن شاء الله تونسنا على طول. يستاهلون وإن شاء الله والله يوفقكم إن شاء الله، ونحن نطلبك طلب سم أي قعود أو بكرة تشوف فيهم في عندك في المفاهيم ومتعازفة تشوف فيه مبادر البطل خبرنا. أبشرك الخير واجد. أبشرك الخير أنا بقى مخبرين في برنامج بلا شك. أبشر أبشر قصة في السعودية. أبشر 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 بإذن الله إن شاء الله. نقول لك مثلا النواميس قبل انطلاقة مسا التوفيق لنا ولكم ان شاء الله. شارك ان شاء الله منافس
والله المنافسة علم عند الله. احنا كيف انت مشاركتك فيها منافسة على المراكز الأولى ولا لا؟ هذا أمنا في الله يعني منافس توفيق من عند الله. الله يوفق بإذن الله منافسين. الله يوفقك إن شاء الله. حضرت الميدان وقدمت إن شاء الله يا مرحبا ما شاء الله بإذن الله. تدرون مشاهدينا الجميل، أخونا من السعودية، أخونا من سلطنة عمان، وهناك من الكويت، وهذا الشيء اللي نحن دائما نفرح عندما نشوفه. رحبك معانا، مشارك ولا منافس؟ لا مشاركين ان شاء الله. بس مشارك يعني ما بعينك مو على وايد؟ لا لا حمشي عندنا حلال طيب ونصيب بيد الله. انجازات في اي شوط مشارك؟ الله حيه والله الحين في الشوط الاولي الاذاعه 8 الافكار وعندنا بكره بعد الشوط. انجازات هذه البارد والله الحلال عندنا السابق وجاهز يتمني ساند ان شاء الله. نعم ظنك في اي شو بترقم الى المراكز؟ والله النصيب عند الله، حنا مولمين ورزق عند الله سبحانه. اي ميدان هاي؟ والله من عمان. مشاركين في الشوط الاول ان شاء الله. شو اسم البكره؟ اسمها مناوي. مناوي 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 ما شاء الله. من اي ميدان؟ ميدان القصيم. ميدان القصيم، يا سلام على هالقصيم، ترى منافسه شرسه هناك وعندكم منافسات قويه. ميدان في منافسه شرسه، ما هو ميدان قصيم الحاله. نعم خبرنا اول شيء بمنو او اسمه؟ محمد الجهني. والله ونعم ونعم يا محمد. منافس ولا مشارك في الشوط الاولي؟ والله ان شاء الله منافس ان شاء الله. انجازات البكره سابقه توفيق رب العالمين، وكل واحد قدم شوط او عنده شيء سابق. اكيد اكيد اللي مقدم في الشوط. نعم 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 وتوفيق رب العالمين، هذا ما هو ما هي بالقوه توفيق. ها آه. شغال شغال نحمد الله شغال شغالين. انت مسوي التجربه ما كان شغال؟ لا لا شغال الحين ان شاء الله ان شاء الله شغال. لا لان جاء البث المباشر. جرب جرب يلا خلنا نشوف شغال. بس تجربه تجربه وروح الحلال. متى بيطلق؟ الساعه 2 بالضبط ان شاء الله. ان شاء الله باقي يمكن دقيقه. واثق تاخذ شوط ان شاء الله؟ واثق. في مشاركين قوى؟ في مشاركين قوى لكن ان شاء الله نتمنى من الله. من اي ميدان؟ من ديال نجران. والله هالنجران. نعم ما تعرفنا باسمك؟ علي محمد صالح بن حثلها الرزق. والله نعم ونعم ونعم ونعم. الشوط تراه قوي والله طويل العمر كلهم ما جاء خبرنا وقالوا لنا في مطايا اللي حاضره من الطايف جعدة، من الطايف جعدة، من النعيريه، من القسيم، واللي من الرماح كلهم تجمعوا في هذا الشوط. والله طويل العمر هو الشوط الاول دائما ما يقدم له الا المطيه اللي فيها ان شاء الله مستواها قوي واتمنى ان شاء الله التوفيق. شو انجازات القوي؟ انجازات خامس في الكبرى الشوط الاول وثالث في الشوط الاول في مهرجان محمد بن زايد في راس الخيمه. احسن انت ترك انت راعي الاوامر. هذا المالك الاونر هذا بيقعد ريل عريل قدام وانت اللي تعطي الاوامر والحفوظ. اشوفه مطمع حتى مرتاح. احنا على اوامره هو قال حركوا حركنا خلوا خلوا معاه. نعم معاه. تعرف لكم التوفيق وياك ان شاء الله وان شاء الله نشوفكم في دائره الخمس الاوائل ان شاء الله. شاركين ان شاء الله. شيء يسوي لي عيال ولا قال يا تحوط هنا؟ لا لا ما يشارك اخذ حقي. تاخذ حقك ان شاء الله. ما تاخذ برضا ولا بالغصب؟ ماشي هني بالغصب هني هني زنديه خذها. نعم هات هات سووا كسبكم. والله متخلص شوط نصف نصفانيات. نعم شاركين في الرموز باكر؟ لا انا ما عندي ولا ماشي خابطين بنقعنا اليوم بس. يوم عنده سوق والله يحول بهذا الشوط. نعم الخير الخير الحمد لله عندنا واحد يقول الحمد لله. نعم موجود ان شاء الله. لكن شوف مطار انا بخبرك بصراحه احنا التقينا يمكن بالبارحه نسوي لقاءات. نعم. هل ميادين الطايف، نجران، القسيم، معيريه، تبوك، حايل كلهم موجودين وكلهم زامطين يبون الاشوار. محزي والله. وانت جاي بعد تقول لي زنديه اكيد هم بعد ترى اكيد اكيد ما في شك اكيد ما في شك اكيد ما في شك. بيكون اتوقع صعب عليك لكن احنا مبكر عندك سلاله شاهين. لا تخاف حتى هم عندهم شاهين. لا لا اشوف اي ايمن عنده بعدها مضرب ضرب متعود يضرب ضرب. لا عندي قعود الحين مشارك بعد مو باللحمة لا لا بشرك الحمد لله عندنا قعود ان شاء الله بتنومس لي. كان اعلامي ولا غيره لازم بيشارك؟ لا لا لازم بيشارك وهذه مشاركه طيبه وانا اشكركم والله. انتم صراحه ايش اقول لكم بس كل كبيره وصغيره وارده ما شاء الله جبتوها. الله يطول عمرك. وخويك مشارك؟ مشارك نعم هذا مالك بخير. مرحبا بكم يا هلا وسهلا حياكم الله. هذا ابن قشيبان. ما نعم بحالك هذا طبعا تو داخل في مجال الهجن وتو اشترى ويبغى ينافس وقال انا ابغى المنافسه هذه ولازم انافس في المرموم بعد.
بإذن الله بإذن الله. المحسن الحين أنت شريت القعود ودعت الرجال ذي. الله الله. أي خير خير. خير من نعم ما عليك سود. شوف. هلا. الرجال توه في بداية. أما سبق قعوده وتنومس ترى بيبغض الهجمة. الإعلانات اللي بيسويها. لا 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 مرة بس أنت سجل الإعلانات القعود إن شاء الله بيسبق اليوم حاضر وشاري. وهو يبغى يدعم العزبة شاري يقول أنا داخل مرة بتحدي مرة ترقبوه. وذي الليلة مبروك يوم لقيناكم أكيد. الليلة محضرين في سن اللقاية إن شاء الله. إحنا محضرين في سن اللقاية وتلاقينا عند ناس من زمان ما شفناها. نعم. فهني مشاركة وفرحة بنفس الوقت. والله يوفق إن شاء الله كل أخواننا المسلمين في المشاركة الطيبة. عبد الله هو الداعم وهذا طول عمرك الترتيبات اللمسات الأخيرة تكون عندك. اللمسات الأخيرة أنا لمسات ما عندنا الحمد لله. الحلال كلها طيب والأمور كلها زينة. نعم. وتوفيق من عند الله. الحين عبد الله اللوم كله يرد عليك. أن سبقاتهم طيب ونأخرتهم طيب. هو يدعم وأنت داعم. داعم إن شاء الله خير أبو حميد. داعم رئيسي للعزبة يبارك فيه وبإخوانه كلهم. آمين إن شاء الله. وبالنصيب من عند الله ترى خلى مرات من بطية الروحة ما هو منشي لو باتقابل وباتعطي وذيها. صح. والنصيب على الله ترى مرة رزقك بحد مرة متأخر ومرة متقدم. ننتقل يوما بعد يوم وجميع هذه الأيام تحمل عنوان واحد وهو الإثارة والمتعة في ظل التحدي الكبير ما بين جميع الملاك على أشواط هذا المهرجان الذي نفتخر به جميعا أننا عنصر فعال من عناصر الترويج الإعلامي لمهرجان الملك عبد العزيز للهجن العربية الأصيلة. شهدنا قوة التحدي في الأشواط وشهدنا الكم والكيف في عدد المشاركين وعدد المطايا المشاركة به لننتقل من سن الحقاقة إلى سن اللقاية. هذا السن الذي تبدأ الإثارة به على مدى أشواطه ومسافة 5 كيلومترات ليصبح التحدي كبير جدا وتصل الأشواط إلى مستوى كبير من المنافسة. أول الأشواط أتت وصفة لسعيد بن عبد الله بن ياعد الحميري وأن تنتزع هذا الشوط بتوقيت وقدره 7:54:59 لتهدي الناموس لهذا الشعار وتكون العلامة الفارقة والمميزة في شوطنا الأول. يا مالك وصفة يا مالك وصفة الشوط الرئيسي مع الحميري مع الحميري. سلام يا مالك وصفة سلام. أما الشوط الثاني في سن اللقاية على مسافة 5 كيلومترات أتى شعار حمد بن عبد الله بن ياعد الحميري مع الشامخ لينتزع الشوط بجدارة وقوة ومنافسة والتوقيت الزمني 7:49:33 ينطلق بهذا الإبداع ينطلق بهذا الإمتاع للمتابعين للمحبين للعاشقين لهذا الشعار. سلام يا الحميري سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ناموس ناموس غالي ناموس كبير. شوطين مهمين اليوم وعندكم في الحقائق كذلك شوطين وصفة والشامخ الشوط الأول والشوط الثاني. وتعرف دائما الأشواط الأولية لها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ألا صلوا في ألا صلوا في رحالكم حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الأولية لها مكانة خاصة ونقول لك الناموس تستاهل خير الله يطول عمرك وهذا ناموسكم ناموس مثل دولة الإمارات في السعودية. نعم خبرنا عن وصفة إنجازات وسلالته. والله وصفة سنة ما انسبقت سابقة في بطولات كذا مرة وسابقة في شارع زايد الكبرى الشوط الأولي الصبح وسابقة في مهرجان الشيخ محمد بن زايد. نعم وهاب غريب عليها وصفة يعني السبق هذا. نعم وصفة قادة الشوط قدمت مستوى مميز. كيف كان التكتيك في الشوط؟ كنت متوقع أن أنت بتاخذ الشوط مع وصفة خاصة أنت قادم من الإمارات للسعودية في حلال من مختلف الميادين فالمنافسة نوعا ما مو بمكشوفة. نعم والله البكرة متملين نحن عمل خير فيها ووصفة مثل خشمة الريال خشمة مثل هي. نعم خشمة يوم تسير به يوم تغزي به يكون كفو. نعم ونحن حضرناه في الشوط هذا. نعم ولا قصرت بارك فيها. نعم الناموس الشوط الأول. الشوط الثاني كان أدائك مميز كذلك مع الشامخ وقدمت مستوى مميز. نعم تستاهل خير الشامخ ما بغريب عليه السبق. الشامخ سابق في الوثبة وياي ثاني في مركب محمد بن زايد. نعم أما الشوط الثالث فكانت هملولة لمسلم بن حمد بن متعب العامري على موعد مع الناموس وعلى موعد مع المركز الأول وكان الزمن 7:49 و72 جزءا من الثانية. العامري عمار يا الإنجازات عمار يا البطولات عمار سلامي يا الأشقاء انطلقي إلى بر الأمان سلام.
سلام سلام يا الإمارات سلام. أما الشوط الرابع فكان شاهين على موعد مع الناموس والمركز الأول لهدي مالكة موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى، والتوقيت الزمني بلغ 7:52.55 جزءا من الثانية. سلام على هذا الانتصار شاهين، شاهين غادر بالسلام، تهانينا تهانينا والنماس. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام من مهرجان الملك عبد العزيز للهجن، وهذه المرة حبينا ان احنا نظهر شوية عن اجواء السباقات ونروح نشوف الفعاليات المصاحبة. من هذه الفعاليات المصاحبة نجد هذا السوق اللي هو ممتد على هذا الشارع، والسوق ما شاء الله عليه سوق كبير فيه كثير من المحلات، يمكن يصل عدده لأكثر من 200-300 محل. يدعى هذا السوق أو يسمى هذا السوق بسوق الدهنة التجاري، وكثير من ملاك الهجن وكذلك من زوار هذا المهرجان حريصين على التواجد هنا لاقتناء سواء المستلزمات الهجن أو كذلك هناك مستلزمات المخيمات، لأن في كثير من المخيمات تقام في هذه المنطقة متزامنة مع سباقات الهجن وكذلك متزامنة مع البيرق وبطولات كذلك بيرق المزاين التي أقيمت هنا. بالأمس شهدنا منافسات كبيرة على بيرق المؤسس، واليوم كذلك ونحن مستمرين مع هذه المنافسات المميزة والرائعة. بأخذكم في جولة هنا في هذا السوق، بنتعرف على تقريبا كل ما يدور هنا في هذا السوق من محلات وكذلك من زوار ومن زائرين لهذا السوق اللي فعلا نحن صارنا يومين كل يوم من الصباح الباكر حتى ساعات الليل المتأخرة نجد هذا السوق مزدحم بالزوار ومزدحم كذلك بالزبائن اللي يحبون أن يتواجدون ويشترون ويقتنون كذلك المستلزمات من هذه المحلات. بيكون معانا زميلنا ومحللنا نرحب به دائما عبد الله بن حمد بن بهيان العامري، وبنتعرف معاه على المحلات وبنتعرف معاه على هذه المنتوجات اللي تباع هنا. مرحبا بك يا ابو حمد. الله يرحبك على فضله يا ابو خليفه، يا مرحبا بك في هذه المهرجان، والله يوفقنا ان شاء الله بنقدم رساله طيبه للمتابعين برنامج الاصايل. نحن بنعرف جمهور رياضه سباقات الهجن اللي يعرف، لكن نحن دائما نطمح ان يكون عندنا مجتمع جديد او اشخاص جدد يبون يدخلون مجال سباقات الهجن ونعرفهم على هذه المستلزم. والله احنا من دخلنا السوق ابو خليفه شفنا جميع الاحتياجات اللي يحتاجونها اهل الابل متوفره في هذا السوق، بداية في المحل هذا، لأن استطرح بعض الأشياء اللي تعرض. هذه عندنا تستخدم للقيد مشان المطية ما يحز القيد في يديها، يستخدمونها الملاك، تعلق في الرسغة المطية وينحط القيد وراها. فهذه ظاهرة جديدة استخدموها فنتائجها طيبة، المطية ما يعلم القيد في يدها. وكذلك هذا الشمال عندنا، وعندنا الشهي وشمل بأنواع أشكال، شيء كبار وشيء صغار. محمد قبل لا تخلص، نحن عندنا هني شباب نبي نسوي وياهم لقاء. جايين والله نتمشى بالمواقع. من الرياض. من الرياض. اي والله الرياض قريب ترى، احنا نعتبره شيء ساعة. ساعة اي ساعة. جايين للسوق هنا. لا والله بس نتفرج، ما يعني تغيير جو للشباب. لا والله لا احنا من الناس الحاضرة، مهرجان الملك عبد العزيز يعني على مستوى الخليج، احنا نفرح نشوف سياراتكم نشوفكم نتعرف عليكم، ودنا بس يصير اشتراك اكبر واكبر. عاد اشوف مدام ان انت عندك هذا الفضول انك تحضر للاماكن اللي فيها سباقات هجن، اشتري هجن شارك. لا والله انا شوف انا الفلوس اللي في البنك انا رحت للامارات، رحت مدينة زايد، رحت الليوة، يعني رحت الأماكن مكان الإبل المضمار، مضمار الإبل بليوة. السلام عليكم. السلام. نقدر نسوي معاك لقاء كلمة بس؟ أشوف عندك أكثر من خيزران، شو اللي قاعد تفضل هذا عن هذيك ليش؟ والله تفرق الخيزران عن هذه، عن هذه ميزتها يعني هذه يمكن فيها رخاوة شوي. الله الله، وهذه لا صايرة يعني جبلة شوي نوعا ما. والله لا شك هذه أريح لليد وأطول الوجه البعيد. نعم. يعني الخيزران ذي أكثر شيء للركاب البعارين،
الزمول. الله الله، انتم تسمونها زمول، احنا نسميها ركاب كلها واحد. الله الله، شفت كيف؟ اما العصي الصغيره هذه لا، غالبا تصير الاستعراض مثلا او شيء من القبيله وكذا، اما هذه لا، دائما تصير الفحول. طيب السوق هذا ما شاء الله نشوف كثير من العالم والناس الزوار، حتى لقينا واحد جاي من الرياض لا هو بهالهج ولا هو براعي هجن، بس جاي عنده فضول يشوف السوق. لا هو اليوم السوق مثل ما تفضلت معاد يعني هو مهتم باهل الليبي اللي يهتمون فيه، يعني اصبح كرنفال الان الجميع يزوره، الجميع سلمك الله يعني صار متوجه للاسره بشكل عام، يشوفون الحلال، يشوفون، شوف الاسر المنتجه الان موجوده عندك هنا على افضل مستوى. في صراحه الان السوق صار يعني محطه سياحيه لجذب العوائل، خاصه الان في اجازه للطلاب الفصلين تقريبا الان. هذا طول عمرك ابو خليفه يستخدم غطاء للمطايه يلحفونها به، مثل ما تشوف عندك الشواذر اللي فوق، طريقة هذا يختصوا بها المزاين أكثر شيء. وكذلك مثل ما تشوف معلق عندنا الصقاع بطريقته ورسمته اللي موجودة، فأشكال وألوان. هذا طول عمرك يستخدمونه للرحول، يسمونها الرحول اللي هي طول عمرك وزن. نعم فيها وزن، لا يسمونها الرحول هنا في السعودية، اللي هي القريصة يركبها العامل ويكون متقدم على الباع، إن كان عنده مجاهيب يركب ناقة وضحة، وإن كان عنده وضح يركب ناقة ميهم، ويكون تكون ناقة ميزة. هذا مثل ما تشوف الصقاع عندنا معروض، هذا يستخدمون أبو خليفة للمزاين، ناقة مزاين مثل ما تشوف اللي تأخذ. نعم. لا لا كزينة يحطها عليه. نعم الصقاع هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مرحبا مرحبا، حياكم الله، خير الله يطول عمرك ويا هلا مرحبا. بداية بتعرفنا باسمك؟ معك محمد الفضل. ونعم ونعم يا محمد، حياك الله. في ندر الصفر مع ولد عمنا دبوس، مبارك الدبوس. ما شاء الله. اي الدبوس اليوم بعد الصفقة اللي جراها اشهر من نار على علم، واصبح حديث الساحة. الحمد لله، اشترينا منقية الأخ الغالي محمد بن جخدب القحطاني. نعم. وأخذنا منها المنقية كاملة اللي شاركت في العام في الأول وخذت 50، والحمد لله حصلنا على نخبة 100، وإن شاء الله عندنا نخبة 20 يوم الاثنين إن شاء الله. يعرف لكم الناموس أبو عبد الله داخل بقوة في 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 مجال المزاين، وقال كل صافرة نادرة اعتبرها من نصيبه بتكم. وعدنا العام بالأول وحصلنا عليه واحتفلنا فيه، وعبد الله أبو عبد الله فالها الأول 5 سنوات القادمة إن شاء الله. أنتم مشاركين ولا مشجعين؟ لا أنا مشجعين ومشجعين مع ربوعنا. منو؟ الدويخ طال عمرك مسعد. والله ونعم. ما عليك زود. ما عليك زود. اليوم أظن. الله الله اليوم دخل والله يسلم. اليوم. الله الله. متى الإعلان؟ الإعلان إن شاء الله يوم بكرة ولا بعد بكرة يومين إن شاء الله. وشو توقعاتكم؟ والله ريال كلهم مجتهدين. واللي على قولتهم. أنتوا شفتوا الحلال، شو توقعاتكم؟ والله على قولتهم كلهم يستاهلون، حلالهم كله قوي. كلهم يستاهلون. والله اللي بيفوز هو اللي يستاهل. أول واحد هو اللي بيستاهل. إيه منو توقعك؟ والله ما والله أنا. أنت وخويك تسولفون والله يمكن. لا بنخلي على قولتهم التقييم في خطاب. منو اللي اشترى المنقية أكثر؟ والله كلهم شارين. كلهم. كل بهم ما جاوا هنا إلا كلهم شارين. شارين. الله الله مرة. أكثر واحد مشتري. والله يا أخوك ما نقدر نحد، كل الرجال شارين وساعبين وعلى قولتهم جاي لفالهم التوفيق كل بهم. مشجع أي شعار؟ من مشجع؟ مشجع طال عمرك الغياثات. الغياثات والله قوي. والدواسة العامة. والدواسة. الله الله. والله يطول عمرك وعمارهم. نعم. ذلك من الناموس. وياك. حولوا على الهجن، كله على الإبل على الإبل، حولوا على السباق. والله أخوك السباق ودنابة، بس ما نبنعرف ليه أخوك. بتعرف له بالبداية ما أنها المغاتير الأولى. نعم معروفة. ما هي بالمغاتير اللي هي الهجن. الهجن أنتم فايزين بها والمجاهيم الله يوفقنا وياكم. ونشكر إخواننا الإماراتيين على مشاركاتهم المناسبات السعودية،
الله يعطيكم العافيه. هذا واجبنا الله يطول عمرك. بالعكس احنا نفرح يوم نشوف الناس عصبه ومشجعين عند بعضهم البعض. الله يحييكم، والاماراتي سعودي والسعودي اماراتي، هذه كلمه. لا شك لا شك، والله يحييكم والحمد لله. المهرجان زي ما تشوفون تطورات وكل سنه تتطور، هذا كله من فضل الله، فضل سيدي الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان. الله يعطيكم العافيه. الله يطول عمارهم، كفوا ووفوا بهذا المهرجان الطيب، واحنا الحمد لله محظوظين من نلاقيكم من نلاقي المحب. الله يحييكم في وقت. احنا شفنا ميزه المزاين، اكثر الناس اللي سوينا لقاءات عندهم مشجعين. حلو الشيء هذا انهم عصبه يحضرون عند ابن عمهم ورفيقهم. طال عمرك كل رجال فيه صعاطير، طال عمرك صوب ربعه وصوب طال عمرك كبله وصوب منقيته. نعم. وذا مناس منافس شريف الله يحييك. الحمد لله. الله مهرجان الملك عبد العزيز ناجح من جميع المعايير، خدم فئه كبيره من بالحذلين والقائمين والفريق اللي معه كلهم الله يحييك. بيض الله وجوه. وجهك الله يحييك. نتمنى لك الناموس ان شاء الله. خوينا اللي في الموتر الله يرحم والديك، طول عماركم طول عماركم. مشارك نفس الفئه. انا مع ابو نايف. كفو ابد، احنا طال عمرك مشجعين ومثل ما قال لك ان شاء الله. عسى الله يوفقك. الله يوفقنا وياك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، ترى السوق ما شاء الله على امتداد البصر، يعني نحن لو نمشي فيه نحن اليوم بنوقف هني وبننهي تقريرنا. إن شاء الله المرة الجاية بنبدأ من هنا ونكمل، إن شاء الله راح نغطي كل المحلات. مشاهدينا الكرام، لكل حدث أو مهرجان كبير يجب أن يكون هناك مركز إعلامي متكامل يقوم بخدمة الإعلاميين بشكل كامل، وكذلك يقوم بصياغة الأخبار الصحفية، صياغة البرامج التلفزيونية، دعم مواقع التواصل الاجتماعي خاصة السوشيال ميديا، وتعرفون مدى أهمية مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرفون كذلك مدى أهمية المركز الإعلامي في أي حدث. رحب بك ويانا، ونحن نشوف عملكم الجبار في دعم هذا المهرجان إعلاميا، ونقول بيض الله وجوهكم على كل ما تقدمونه. الله يبيض وجهك على حضور قناة رائدة مثل دبي ريسينج، تشرف بالمهرجان وأي مسابقة في الخليج ولا حتى في العالم. وجودكم أخوي عصام هذا شرف كبير، الله يحييكم. طبعا المهرجان بدعم ورعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وإشراف سيدي ولي العهد صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، كل هذا طال عمرك لمصلحة هذا الموروث، لتأصيله في نفوس الشباب والأبناء، ولله الحمد الأهداف تحققت. أيضا بتنظيم مهرجان جلسة الملك عبد العزيز للموسم الرابع بتنظيم نادي ليبل الذي يرأس مجلس إدارته الشيخ فهد بن حذلين وجميع الأعضاء، أعطى صورة كاملة عن ما توليه المملكة العربية السعودية من اهتمام بالموروث، وهي منبع لستة ألوان. يمكن المملكة العربية السعودية، وهذا يمكن أول مرة نفند بالحديث لأنه موجود فما كان عليها الأضواء كثيرة، المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة اللي على مستوى العالم الإبل موجودة فيها بستة ألوان: المجاهيم اللون السود، المجاهيم والمغاتير عدة ألوان: الوضح والصفر والشعل والشقح والحمر، بالإضافة إلى الهجن، المحليات والأصايد كلها. فهذا أعطى المملكة العربية السعودية دور ريادي في هذا المجال. أيضا وجود المنظمة الدولية للإبل برئاسة الشيخ فهد بن حثلين أعطى ذراع جدا يسلط الأضواء على الإبل أينما تكون حول العالم، ويكون لها بصمة كبيرة في جميع دول العالم، طبعا بعضوية كاملة من 96 دولة على ما أذكر. كل هالأمور جعلت من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مثل ما هم لهم ريادة في العالم اقتصاديا، أيضا ولله الحمد أصبح لها الدولتين الشقيقتين اللي مواقفهم موحدة سياسيا واقتصاديا، وكل الروابط هذه أيضا في الموروث
المملكة العربية السعودية والإمارات اليوم ولله الحمد بصمة قوية في عالم الإبل على مستوى العالم. أيضا أشيد بجهود الأستاذ خالد سعود أبو حيمد الرئيس التنفيذي لنادي الإبل، وكذلك المتحدث باسم المهرجان وعضو نادي الإبل الأستاذ فوزان الماضي، ورئيس اللجنة الإعلامية الأستاذ سلطان السريع، اللي حقيقة احنا كمحللين وكإعلاميين وكزملاء معهم رأينا منهم جميع الاهتمام وتلبية احتياجات الإعلاميين والمحللين الإشراف على الاستديوهات لتخرج رياضتنا كما خطط لها وكما دعمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لنكون إن شاء الله في القمة كشعوب خليجية تهتم بتراثها كما اهتمت بحاضرها وتقدمها وتطورها. لاحظنا في المهرجان أن حتى على مستوى سباقات الهجن هناك توافد غفير من ملاك دولة الإمارات بجانب الملاك السعوديين تصبح المنافسة الفنية في أي سباق عالية المستوى، وهذا يفرز لنا هجن سبق، يفرز لنا مطايا تشارك بشكل قوي في المهرجانات القادمة، وكذلك يفرز لنا شراء، ممكن حركة الشراء ما بين الملاك وما بين كذلك عزب أصحاب السمو الشيوخ في هذا المهرجان تتحرك بشكل كبير، خاصة أنه ما فيه تسعيرة معينة لهجن معينة. اللي تشوف يشوف مطية ممكن أن يقتني أي مطية عجبها، ركب عجبه، السبك عجبه، وبالتالي يقدر أنه يشتري مطية بكل سهولة، بس الأسعار طبعا كل مطية لها سعرها. والله مثل ما ذكرت ملاحظة شفناها على أرض الواقع، سواء في مهرجان ولي العهد آخر الموسم الصيف الماضي، سواء في جائزة زايد الكبرى، أيضا في شارة سمو الشيخ محمد بن زايد ولي العهد، اليوم على أرض جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن ومزينات الإبل في موسمها الرابع، أيضا هذه ملاحظة قوية. اليوم قوة المنافسة الفنية، حضور الحلال القوي والعزبة القوية أعطتنا أمس تواقيت، يمكن شفتوا نواف عند صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد وتوقيت اللي حصل عليه، شفتوا المنافسة القوية الأسامي يوم في النهاية تعلن النتائج، فيه عزب قوية، عزب أصحاب السمو الشيوخ، عزب ملاك كبار، أعطى مستوى فني عالي من أول يوم انطلاق شوط الحقائق. هذا يقودنا أخوي عصام لأن هالمهرجانات في النهاية صبت في صالح أهل الهجن، وهذا ما خطط له حكامنا في دولة الإمارات وفي المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج. والله يوفقهم إن شاء الله. شكرا لك، ونتمنى لكم دائما التوفيق في تنظيمكم لهذه المهرجانات الكبيرة وفي استقبالكم للضيوف المملكة، اللي فعلا الجميع مستانس بهذه الأجواء واللي تعتبر أجواء استثنائية. الله يحييكم، وكلهم مثل ما قلت إخوان وأشقاء، والإمارات العربية وشعبها بالذات هم أهل الدار، كما قال الشاعر يقول يا أهل الضمر لكم في الدار قامة، أنتم أهل الدار والضيفان حنا، فأنتم والله أهل دار وربع وأخوان بين أخوانكم، والمهرجان مهرجانكم، والله يقويكم، وزيارتكم ذي شرف لنا. مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات معنا رئيس اللجنة الإعلامية سعادة سلطان السريع، جهد كبير تقدمه اللجنة الإعلامية بقيادة هذا الرجل أبو محمد، دعم كبير لأي مهرجان أو أي فعالية يجب أن يكون الدعم الإعلامي كبير، وأنتم كذلك تقدمون دعم إعلامي في هذا المركز الإعلامي لهذا المهرجان. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، سعيدين فيكم باستضافتكم صراحة، واليوم شاركتكم لنا في هذا المهرجان الغالي علينا وعليكم يشكل صراحة فخر كبير. احنا دورنا في المركز الإعلامي تقديم محتوى بكل ما يخص إعلام المهرجان، احنا نقدم تقريبا كل يوم حوالي عدد ما يقارب 10 ساعات بث متواصل، سواء كان الفترات الصباحية أو المسائية والتغطيات. احنا عندنا كل يوم مواد إخبارية يتم تقديمها عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، سواء كانت تلفزيونية مرئي أو مسموع أو مقروء. عندنا يصدر من عندنا تقريبا كل يوم من 7 إلى 8 مواد إخبارية، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي نقدم تقريبا من البوستات والفيديوهات
والانفوجرافيك، كل هذه المعلومات اللي نزود فيها كل ما هو لكل من يهتم بهذا الموروث الغالي والثمين. بما أن المهرجان كبير ومهرجان ضخم يستوعب مئات أو آلاف الملاك من عشاق سباقات الهجن، المسؤولية كبيرة عليكم وأنتوا قدها. طبعا يعني إعلام الهجن صراحة وإعلام كبير، عندنا شخص مختص في هذا المجال يقدم لكل، احنا كل إعلام سواء كان إعلام الهجن أو إعلام المزاين، كل شخص له شخص مسؤول يقدم كل المعلومات والمحتوى الملائم للشريحة هذه الغالية. وإحنا ترى هدفنا مو بس استهداف المهتمين بهذه الشريحة، هدفنا استقطاب شرائح جديدة لهذه الرياضة. اليوم للأمانة نحن تجولنا في السوق وتجولنا كذلك في الميادين، التقينا بأشخاص ما لهم علاقة في الهجن جايين من الرياض، وأكيد عرفوا عن هذا المهرجان عن طريقكم أنتم، فيعني رسالتكم واضحة وتصل. ممتاز، هذا إن شاء الله، هذا الحمد لله مجهود، ومجهود كمان اللي تبذل معنا القنوات المشاركة أمثالكم، بصراحة قادرين أنه نصل للناس، لكن طموحنا أكبر وهدفنا أسمى. الله يوفقك يا أبو محمد. لكم. يا أهلا وسهلا. يا أهلا لك يا أبو محمد، جهد كبير للأمانة يقدم من قبل اللجنة المنظمة، ودائما لو تلاحظون هناك اجتماعاتهم كل ما يجي نبغى نجلس في غرفة الاجتماعات نشوفهم مجتمعين وبشكل مستمر مجتمعين، نقول لهم يعطيكم الصحة والعافية وبيض الله وجوهكم على الجهد الكبير اللي تقدمونه. هذه زاوية من زوايا المركز الإعلامي الذي يأتي ضمن هذا المهرجان الكبير جدا، مهرجان الملك عبد العزيز. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الأصايل، أداء كان مميز لأغلب الملاك معنا في ثاني الأيام. اليوم يوم اللقاية، غدا رموز اللقاية، كيف ستكون المفاجأة وكيف ستكون التحديات سنراها جميعا عن طريق برنامج الأصايل وعن طريق كذلك قناة دبي ريسينج في هذه الرسالة اليومية. للأمانة أوجه شكر وتقدير كبيرين للجنة المنظمة، خاصة للمركز الإعلامي في مهرجان الملك عبد العزيز للهجن، على التسهيلات التي يقدمها لجميع الإعلاميين، ليس فقط لقناة دبي ريسينج ولبرنامج الأصايل، وإنما لجميع الإعلاميين. نلقاكم غدا في رسالة أخرى وفي تحدي آخر من تحديات جائزة ومهرجان الملك عبد العزيز للهجنة.